يقال بقى بما ان احنا بس شهر فبراير، شهر فبراير مش بس برد زي ما بدأنا، لكن شهر فبراير هيكون صعب على العالم فيما يتعلق بالطاقة. وانتوا عارفين ان احنا عندنا مشاكل كبيرة جدا في الطاقة في العالم. من يومين نشرت صحيفة الإيكونوميستا الإسبانية تقرير قالت فيه الإيكونوميستا ايه؟ ان فاتورة الدول الأوروبية لحماية المنازل والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة وصلت لما يقرب من 800 مليار يورو، رقم طبعا كبير جدا. الواضح ان في أزمة وقود طبعا، واحنا عارفين وعارفين ان الأزمة دي موجودة بقالها فترة في أوروبا بشكل كبير. بتواجه دول زي ايه؟ بتواجه دول زي بريطانيا، هولندا، ألمانيا، وده كمان بعد قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استخدام الديزل الروسي، وده طبعا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ده حصل كمان. الأزمة دي كمان يعني هتنتهي يعني سريعا، والعالم هيشهد زيادة في أسعار الوقود حتى في المنطقة كمان العربية، وده شيء طبيعي. ما هو ما يحدث زي ما اتفقنا، ما يحدث في أوروبا وفي العالم طبيعي جدا، المنطقة العربية هي كمان، لأن احنا بنتعامل في نفس الأشياء تتأثر. خلينا ناخد مزيد بقى من الكلام ونعرف إيه اللي هيحصل بالظبط في شهر فبراير تحديدا، وإيه الارتفاعات اللي احنا شايفينها. خلينا نروح للدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. يعني انا اول ما اشوف حضرتك يا دكتور اعرف ان احنا محتاجين نعمل شوية تحليل كده ونشرح للناس. دلوقتي احنا امام يعني ما يحدث سواء بالنسبه للطاقه وما يحدث من ازمات موجوده في اوروبا بقالها شهور، ولكن لماذا تحديدا في شهر فبراير؟ والله يا فندم بسمحي اولا كل سنه وحضرتك طيبه وكل العالم كله طيب بمناسبه الاسراء والمعراج، ويا رب مصر تبقى طيبه وفي احسن حال يا رب. خلينا نقول مش من شهر فبراير بس، لا ده مؤتمر دافوس اللي فات العديد من خبراء الطاقة أطلقوا العديد من التصريحات حوالين إن في احتمالية تراجع لمستويات الطاقة الإنتاج يعني والمخزون، ده اللي هيكلف العالم ارتفاع في فاتورة الطاقة وفي فاتورة الأسعار عالميا. ده جانب، ده شق. طب مؤتمر دافوس يعني ابتدى يكون في تخوف وبيبتدوا ينصحوا العالم. تمام. على الجانب الآخر لا يخفى على حضراتكم العقوبات اللي بتفرض على روسيا، ويعني في مقابل الحرب في أوكرانيا خفضوا طبعا الكثير من الإنتاج أو طلب الإنتاج من روسيا، فابتدت فاتورة الأسعار في العالم ترتفع. طبيعي. التخوف الثالث، وكان لي الشرف أن أنا كنت مع حضرتك وقلت الكلام ده، إذا كانت الصين خلاص أطلقت أنها هتبتدي تفتح جزئيا المجال الجوي أو مجال الإنتاج وحركة التصدير زي ما أعلنت كده من شهر يناير الماضي، يبقى هيكون في طلب زيادة على حركة الطاقة. صحيح. فاتورة الأسعار هتزيد أكتر. صحيح. وكمان اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان منظمة الأوبك قالت لك مش هتزود الإنتاج سواء الأوبك أو الأوبك بلس، فالأسعار بتزيد أكتر. التخوف في العالم كله من جراء حتى الشتاء اللي احنا فيه، وبنقول ان احنا داخلين على مرحلة صعبة، ده خاصة في القارة الأوروبية، فالطلب بيزداد أكتر. طبعا. وده اللي احنا بنشوفه في بعض الدول العربية. هل تتخيلي حضرتك رغم الأزمة دي كلها مثلا في لبنان تجاوز اللتر البنزين هناك أكتر من مليون ليرة وأكتر من ذلك. تمام. الأردن نفس الحكاية. إنه نفس التأثير ده هيبقى مردوده موجود بقى في الشارع العربي والمنطقة العربية. ده في العالم كله يا فندم، بس أنا بدي النماذج العربية لأن جمهورنا الكريم أكيد اللي متابعينا في لبنان طبعًا. أو في الأردن كلهم يعني بيشعروا بهذا الالم الكبير من جراء ان في تغير في اسعار الطاقه. أيوة. ولكن الحمد لله لغايه دلوقتي ما عندناش تغير في سعر البنزين او السولار، يعني احنا مثبتين لغايه دلوقتي، كان اخر مره في اكتوبر تم تثبيت. صحيح. من لجنه تسعير التلقائي للطاقه يعني، والحمد لله احنا اجتزنا مرحله جزئيا، ولكن تخوفنا من العالم لان الطاقه دي داخله في الكهرباء. ايوه طبعا، داخل في وسائل النقل اللي هي الحقيقه يعني التجاره العالميه، وكمان داخله في كثير من المشروعات للمياه وطبعا للمصانع والانتاجيه وما شابه ذلك. طبعا. فالعالم كله يا فندم النهارده اكيد حضراتكم تعلموا جيدا فخامه الرئيس في الامارات من يومين. صحيح. وتحدث امام الحكومات، وكان حديثهم الشاغل برضو امام العالم كيفيه التغلب على التحديات العالميه منها الطاقه. حقيقي.
عموما يعني خلينا كده نحن يعني نتابع كل ما يحدث، ونتمنى كده ان الدنيا يكون فيها بس اي ايه بارقه امل بان تهدأ هذه الازمات. اكيد هتهدأ، ولكن يعني علينا ايه التأكيد. الصبر شويه. الخبير الاقتصادي، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. احنا حبينا نروح بقى بشكل اجتماعي، يعني برضو انت لما بتسأل خبير اقتصادي واستاذ غير لما تروح لمواطن عايش بقى بيشوف كل يوم في وسط الناس وسط الشارع انطباعات اللي بيحصل. المواطنين بيبقى لهم كمان رؤية، لان هم اللي بينفذوا. الدنيا غالية فبتقع عليهم، الدنيا بتتحسن تقع عليهم. فخلينا نروح كده لهولندا وناخد مواطن مصري يعيش هناك، استاذ سامي جمعة. مساء الخير يا استاذ سامي. اهلا، مساء الخير حضرتك. مساء الخير على حضرتك. وحضرتك وحضرتك بألف خير. يعني كنا بنتكلم عن ارتفاع اسعار الطاقه اللي موجوده في اوروبا، فكلمنا بقى يعني انت مواطن مصري وعايش في هولندا، كلمني عن الحال عامل ازاي، يعني الناس بتتعامل ازاي لارتفاعات التصرف في الحكومه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ والله احنا اللي عندنا حصل الفتره دي، السنه دي بالذات، من فتره بالظبط الحرب ودلوقتي مع روسيا واوكرانيا، ودي بقى لها تقريبا سنه، هي حصل في 2 فبراير تقريبا او 4 فبراير، شهر فبراير من سنه دي، احنا حصل عندنا ارتفاع تقريبا لا يقل عن حوالي 40% من اسعار الوقود والطاقه عامه. تمام. يعني احنا عندنا مثلا لو انا دخلي باخد مثلا 2000 يورو في الشهر، كنا بندفع مثلا في حدود 400 يورو غاز كهرباء ميه. دلوقتي بتدفع كنت بتدفع 400 يورو كهرباء وميه. بالظبط يا فندم. الكلام ده كان يعني ربع دخلك تقريبا. تقريبا ربع دخلي. دلوقتي بقى اكتر من نص دخل. احنا بندفع مثلا في حدود 900 800 900 ده تقريبا نص دخلك او اكتر كمان. تقريبا يا فندم. تقريبا نص دخلي تقريبا يعني. ودلوقتي الطاقه عامه، البنزين كنا بندفع يورو 60 في اللتر، دلوقتي وصل 2 يورو، ومن حوالي شهرين كان ب 2 يورو ووصل 2 يورو ونص. فدي طبعا كان مبالغه كبيره جدا في السعر طبعا وفي ارتفاع الاسعار، فدي اثرت في كل حاجه، فاثرت في النقل، اثرت في ان احنا نروح نعمل سوبر مثلا طبعا اللي كنت بعمله مثلا في حدود 10 يورو ادفع فيه دلوقتي 16 و17 يورو طبعا. كان في نقص حاجات كتير في السوق، في منتجات كتير. انا سمعت كمان انه حتى التدفئه، الناس ما بقتش تعمل تدفئه كامله طول اليوم. لا يعني طبعا ما بقتش الناس خلاص لازم ترصديها. طبعا يا فندم، احنا ما كناش نقدر، احنا كان الطبيعي بتعمليها على حوالي في حدود مثلا 20 درجه اللي هو تدفي البيت، انت دلوقتي بتحاولي تخليها تنزلي على 16 15 ايوه عشان تقلل بالظبط استهلاكك للميه، الغاز، الحاجات دي كلها كانت بتفرق معانا كتير جدا. طب بالنسبه دلوقتي. بالنسبه استاذ سامي، بالنسبه للبنزين والوقود، انا عارفه انه في اوروبا زاد كذا مره، يعني حتى من الفتره اللي قبل الازمه ودلوقتي زاد بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه. دلوقتي الوقود كان مثلا احنا بندفع في حدود يورو ونص، يورو 60 في اللتر بنزين. كام بتدفع كام؟ يورو 60 سنت، يعني يورو 60 تقريبا. يورو ونص مثلا. دلوقتي احنا بندفع مثلا اكتر من 2 يورو، وده برضو فرق كتير في ان انت بتستعملي العربيه بتاعتك طبعا، بتستهلكي وقود، فكل ده بقى ضغط عليكي. التنقل بشكل عام يعني حتى اللي بينقل بضاعة، التنقل بشكل عام كل حاجة زادت يا فندم. يعني احنا بنروح نعمل السوبر بتاعنا، بقول لحضرتك اللي كنت بتجيبيه ب 100 ممكن تدفع دلوقتي 160 170 يورو، ده لو لقيت كل حاجة موجودة ومتوفرة. كان في فترة مثلا ما فيش زيت هناك، مثلا تروحي السوبر ماركت عايزة 2 3 زيت، انت ليكي واحدة. يعني كان في نقص في حاجات كتير جدا، دلوقتي بدأت تتوفر بس سعرها غالي جدا. كل المنتجات غليت جدا. لان النقل يعني كل حاجة يعني حتى لو متوفر بس سعره غالي جدا، فهيبقى الناس برضو ما فيش اقبال، لانه السعر الغالي هيقول ان انا مش هقدر مش هاخده. يعني في حضرتك غصب عنك في حاجات انت ضروريه، حاجات اساسيه تستخدميها، حاجات اساسيه ما تقدريش تستغني عنها. اكيد. يعني مثلا لو كان ازازه اللتر كان الزيت مثلا بايرو، دلوقتي بقى ب 4 يورو. 4 يورو ازازه الزيت. ازازه الزيت اللي هي الازازه العاديه يعني. فده فرق كبير. احنا بنشتغل بقى في حاجات جمله طبعا. كنا بنجيب اللي هي الجيركن ال 20 لتر كنا بنجيبه في حدود 33 يورو، دلوقتي بقى ب 90 يورو. يعني ففي فرق كبير جدا. لا فرق كبير طبعا. كل منتج طبعًا عندك لازم تزوديه عشان أكيد تعرفي تعيشي. يعني لو كان مطعم
الاسعار كلها زادت في كل حته، وده غصب عنهم وغصب عننا. يعني أكيد احنا بنتمنى الامن والسلامه وسامي يعني تعالى كده في حضن مصر، الدنيا برضو بتعدي هنا رغم اي ازمه كلنا بنعديها. بشكرك جدا ونتمنى السلامه لكل مواطنينا ونتمنى لينا السلامه، لانه الازمات زي ما انتم شايفين يعني في العالم كله. الاستاذ سامي جمعه مواطن مصري يعيش في هولندا، بشكرك جدا. وزي ما انتم شايفين خلاص العالم كله بقى يعيش في قريه او في بلد او في مدينه واحده، كل الازمات هتلاقيها زي المرايه يعني تقلب هنا تروح هنا، كلنا عايشين في نفس الـ 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 الأزمة نفسها. علينا بقى ان احنا النجاح من الأزمة هو التفكير ازاي انا اقدر اعدي، لان كل حاجة بتعدي وهنعدي، يعني مش هنقف عند كل ده، هنعدي اكيد.